والله اني مصدوم يا جماعه الخير، والله اني مصدوم يا جماعه الخير. الاسطوره ليونيل ميسي، الاسطوره واحد من اعظم اللاعبين عبر التاريخ، يتعرض لسفرات استهجان من قبل جماهير باريس سان جيرمان. ميسي من متى تعرض اصلا على سفرات استهجان؟ متى انا شفت هذا الشيء الا في باريس سان جيرمان؟ اصلا ليش تصفر على سفرات استهجان؟ ايش سوى ليونيل ميسي؟ ايش سوى يا رجل؟ ليونيل ميسي أصبح صانع للاعبين باريس سان جيرمان. عندما انتقل إلى باريس صار صانع لأجل إمبابي ونيمار. ولا أنا أعرف ميسي مع برشلونة كان صانع وهداف، كان كل شيء، كان له احترام وتقدير في نادي برشلونة. بس للأسف ونقول للمرة المليون، لماذا تغير المكان يا ولدي؟ والله ميسي تعرض لظلم كبير، أقسم لا أنا استغربت من اللي شفته. ميسي شيء غريب والله.